بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك بتاع دلوقتي First Hop Redundancy Protocol. First Hop Redundancy Protocol. ايه First Hop Redundancy Protocol ده بقى؟ اولا ده مش بروتوكول، ده كاتيجوري من البروتوكولز. فكرته ايه؟ تعال نشرح كده المشكلة الاول ونشوف فكرة ال FHRB حلتها ازاي. لو انا عندي على سبيل المثال دلوقتي 2 routers متوصلين عن طريق سويتش، والسويتش في النهايه متوصل على اجهزه كمبيوتر كتير، ليه يبقى في الشركه بتاعتي اساسا 2 راوتر؟ قال لك عشان الراوتر الاولاني زي مثلا ده اللي هيطلعني بالانترنت R1 R2 سويتش وده البي سي، وفي النهايه انا طالع عن طريقهم لمين زي ما اتفقنا؟ للانترنت. طب افرض دلوقتي ان R1 مثلا ده الجيتوي بتاع الاجهزه وقع، يبقى في عندي راوتر تاني. تمام، يبقى تاني اللي بيبقى عندي اكتر من جيتوي عشان لو واحد وقع في راوتر تاني يطلع الناس على الانترنت. السؤال بقى، احط الاي بي على او الجيتوي على الاجهزه ايه هو؟ بمعنى لو ده مثلا انا موصلاه فاست 0 على 0 وده انا موصلاه فاست 0 على 0، هنا الاي بي بتاع النتورك دي 192.168.0/24. تمام، ده دوت 1 والراوتر ده هيبقى زي مثلا دوت 2. مش المفروض ان الاي بي بتاع الراوتر هو الجيت واي بتاع الاجهزه؟ تمام، يعني انا لو خليت الجهاز دوت 100 الجيت واي كام؟ دوت 1. طب سؤال بقى، لو انا خليته دلوقتي دوت 1 زي ما انت بتقول وجي R1 وقع، هيروح ازاي الراوتر؟ بالظبط. تمام، معنى كده ان انت بتقول لي ان انا مضطره كادمن ان انا الف على الاجهزه كلها اغير الجيت واي واقول لهم يا جماعه لو سمحتوا بليز حطوا جيت واي دوت 2. صح صح، حتى لو عندي دي اتش سي بي وهروح على دي اتش سي بي سيرفر اجري جري على دي اتش سي بي واغير الجيت واي اقول له وسع الجيت واي دوت 2 بدل دوت 1. ما انا ساعتها برضو انا كادمن دخلت في الموضوع ده، غير ان انا هطلب من الناس كلها ان هي تعمل ديسيبل وانيبل او ريبير للكارت عشان يديتكت الاي بيهات الجديده. ده منطقي؟ لا لا، انا عايزه اساسا الكونكشن لو وقع عن طريق R1 اوتوماتيكي الاقي الاجهزه كلها دخلت عن طريق R2. تمام، هي بقى يجي هنا فايده بروتوكولات او كاتيجوري البروتوكولات بتاعه ال FHRP. فكرتها ايه؟ احنا متفقين تاني ان ما ينفعش ان انا احط الجيتوي هنا، احنا قلنا البي سي هنا كام؟ كار بي دوت 100. تمام، ما ينفعش ان انا احط الجيتوي دوت 1، ما ينفعش ان انا احط الجيتوي دوت 2، لان لو دوت 2 وقع انا برضو هجري على الاجهزه اخليهم يبصوا على دوت 1. امال احل المشكله دي ازاي؟ قال لك ايه رايك ان انا هكريت راوتر وهمي ما بين الاثنين. هكريت ايه؟ راوتر وهمي. تمام، والراوتر الوهمي ده هديله اي بي تاني خالص زي مثلا دوت 3. تمام، الجيتوي على الاجهزه بقى هيبقى كام؟ دوت 3. الجيتوي على الاجهزه هيبقى كام؟ دوت 3. دوت 3 ده اي بي اتفقنا ان هو حاجه وهميه. صح. في الواقع دوت 3 ده بيشاور على واحد منهم. طب لو ده وقع اوتوماتيكي الراوتر الوهمي هيبدا يبص على يشاور على التاني. يبقى البي سي في الاول خالص طلع عن طريق مين؟ دوت 3 اللي هو في الاول، في الاخر بيشاور على R1. بالظبط، لو وقع اوتوماتيكي هلاقيه بيبص على R2. تمام، وضحت كده الفكره؟ وضح. تمام، يبقى تاني فكره الريدندنسي بروتوكول او الفيرست هوب ريدندنسي بروتوكول ان انا هكري راوتر وهمي والراوتر الوهمي الاي بي بتاعه هو ده اللي هيبقى الاي بي بتاع الاجهزه. تمام، تمام. عندي كام بروتوكول بقى بيعمل لي الكلام ده؟ في كذا بروتوكول، اشهرهم HSRP Hot Standby Router بروتوكول، Hot Standby Router بروتوكول. في عندي بروتوكول VRRP Virtual Router Redundancy بروتوكول. في عندي كمان GLBB Gateway Load Balance بروتوكول. Gateway Load Balance بروتوكول. تمام، تعال ناخد اوفر فيو بسيطه جدا عن كل واحد وبعد كده نمسك كل واحد بالتفصيل. بالمناسبه كان عليك في المنهج القديم ال HSRP وال VRRP وال GLBB.
دلوقتي ما بقاش عليك الا الاتش اس ار بي. تمام، بس احنا برضو رخامه كده هناخدهم كلهم يبقى خلصنا منهم خالص ان شاء الله. تمام، الاولاني ده اتش اس ار بي ده سيسكو بروبرتاري. سيسكو ايه؟ بروبرتاري. تمام، ملكية خاصة بسيسكو. الفي ار ار بي ده ستاندرد اوبن ستاندرد. جي ال بي بي ده برضو سيسكو بروبرتاري. سيسكو ايه؟ بروبرتاري. تمام، يعني معنى كده ان الاتش اس ار بي يشتغل بس على اجهزة سيسكو. تمام، سواء راوترز او سويتشز. ايه ده؟ طب الراوترز ماشي، احنا فين بقى اعمل ايه بالراوتر؟ عشان الراوتر ده الجيت واي اللي هيطلعني بره. امال ليه يشتغل على سويتشز؟ قال لك لا، مش كل سويتشز، يشتغل على المولتي لاير سويتش. بمعنى نرجع نفتكر كده الديزاين اللي هو الهيراركال ديزاين موديل. مش احنا كنا قلنا في منطقه الاكسس هيبقى عندي تو سويتشز زي مثلا في منطقه الاكسس، وافرض في منطقه الديستريبيوشن في عندي اتنين ديستريبيوشن سويتش، سويتش 1 وسويتش 2. مش احنا كنا قلنا قبل كده طبعا في اجهزه كمبيوتر تحت، وصل لي دول بقى كده بكل الطرق الممكنه عشان يبقى في ريدندنسي. تمام، اجهزه الكمبيوتر بقى اللي عندي تحت مين الجيت واي بتاعها؟ لو انا حبيت دلوقتي ان انا اعمل راوتنج بتوين الفي لينز، مش كان الراوتنج بتوين الفي لينز ممكن ان انا اعمله على الديستريبيوشن سويتش؟ صح على 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 السويتش اللي هي المولتي لاير سويتش. صح، يعني معنى كده ان سويتش 1 ده اللي هيبقى الجيت واي بتاعهم عشان الفي لينات المختلفه توصل لبعضيها. طب لو وقع السويتش 2 وانا هقعد اجري بقى؟ لا، نعمل ايه؟ سويتش وهمي في النص. بالظبط، سويتش وهمي في النص، وده ده اللي هيبقى الجيت واي بتاع الاجهزه دي بتاع كل الفيلانات. يبقى مش شرط البروتوكولات اللي هي الاتش اس ار بي ده يشتغل على راوترز، ممكن كمان اشغله على مولتي لاير سويتشز. اغلب الاحتمالات بنعمله فين؟ في منطقه الديستريبيوشن، لان منطقه الديستريبيوشن هي دي اللي بنعمل فيها راوتنج بتوين الفيلانز. لان ساعتها المولتي لاير سويتش هو اللي هيبقى الجيت واي بتاع الاجهزه عشان الفيلانات المختلفه تقدر توصل لبعض. واضحه؟ يبقى الكاتيجوري ده تاني بيشتغل على كذا بروتوكول او كذا، يا اما مثلا راوتر يا اما سويتش. تمام، على شكل ده التوبيك ده عندنا في السمستر بتاع السويتشنج. كانت ناس تقول لي طب انت ليه بتشرحي دلوقتي الكلام ده مكان ده ينعمل في الراوتنج؟ احنا بنشرح على راوتر. لا عادي، ما انا ممكن اطبقه على سويتش. واللي انت عايز نطبقه دلوقتي على اللي انت عايزه، عايز نطبقه على سويتش اوكي، عايز نطبقه على راوتر اوكي، اب تو يو. الفرق الوحيد الطريقه اللي هحط بيها الاي بي. بمعنى لو انا طبقته على راوتر الاي بي بيتحط تحت الانترفيس، لو انا طبقته على سويتش الاي بي بيتحط فين؟ بكريت له اس في اي. تمام، صح، سويتش فيرتشوال انترفيس سي مثلا انترفيس في لان 1 مثلا. صح، غير كده بقيه الكونفيجريشن واحده. ماشي، واضحه؟ تمام. بروتوكول ال HSRB ده بروتوكول شغال في الابلكيشن لاير. شغال فين؟ في الابلكيشن لاير. في الابلكيشن لاير. تمام، وده شغال على بورت يو دي بي على بورت 1985. فكرته ايه بقى البروتوكول ده؟ قال لك هيحصل انجكشن ما بين ار 1 وما بين ار 2، مين هو اللي هيبقى الاكتف راوتر؟ طب والتاني هيبقى ستاند باي راوتر. يعني من الاخر الفيرتشوال راوتر هيشاور على مين؟ على الاكتف. طب والستاند باي ده باك اب تاني، عشان لو الاكتف وقع في واحد تاني اللكت نفسه مكانه، يبقى هو ده ساعتها الجيت واي بتاع الاجهزه. ممكن ادخل كام راوتر؟ لا عادي، ممكن على فكره يبقى في راوتر كمان، راوتر كمان، ممكن يبقى في اكتر من راوتر، شركه كبيره شويه وفي كذا راوتر بيخدم كجيت واي على الاجهزه بتاعتي. تمام، واحد هيبقى اكتف وواحد بس هيبقى ستاند باي. طب والباقيين؟ قال لك الباقيين كلهم بيبقوا ليسنرز. بيبقى ايه؟ ليسنرز، سواء ده الرابع ده مثلا والخامس ده مثلا، يبقى ار 4 وار 5 دول هيبقوا ليسنرز. تمام، فكره البروتوكول ده ان ار 1 هيبدا ان هو كل شويه يبعت هيلو، كل شويه هيبعت ايه؟ هيلو. لو بطل يبعت هيلو الستاند باي هيعرف ساعتها ان الاكتف وقع ويقلكت نفسه مكانه.
طب عملية الإلكشن أساسا بتتم بناء على إيه؟ قال لك في البداية خالص كلهم هيقوموا، كلهم في البداية خالص يبدأوا يبعتوا هنو البعض. مين اللي ساعتها هيبقى الماستر أو سوري مين اللي هيبقى ساعتها الأكتف؟ قال لك الراوتر اللي هيقوم الأول في خلال 10 ثواني. الراوتر اللي هيقوم الأول في خلال 10 ثواني. 10 ثواني. طب لو حصل طيب أنا جيت عليهم كلهم وخلتهم يشتغلوا في نفس الوقت، يكون لهم أشغل عليهم البروتوكول في نفس الوقت. لو حصل طاي قال لك الراوتر اللي ليه بريورتي اعلى، الراوتر اللي ليه بريورتي اعلى. طب البريورتي هنا باي ديفولت كام؟ 100. لا لا مش مستني. تمام. البريورتي هنا باي ديفولت كام؟ 100. طب مش باي ديفولت هيحصل طاي؟ انا ما لعبتش لسه في الكونفيجريشن، فباي ديفولت هيحصل طاي. ساعتها مين اللي يكسر الطاي؟ قال لك الراوتر اللي ليه اي بي اعلى، الراوتر اللي ليه اي بي اعلى. اي بي اعلى، اي بي اعلى من ناحيه ايه؟ من الناحيه دي ماليش دعوه بالانترفيس اللي رابطني بالوان. ها مش انا عندي انترفيس رابطني بالوان؟ اه اي بي هنا مثلا 11. تمام. والاي بي هنا مثلا 12 مثلا. ماليش دعوه بالانترفيس اللي فوق، انا بتكلم دلوقتي على الانترفيس بالظبط اللي بيبعتوا عن طريقها لبعض. حلو. ساعتها مين اللي هيبقى الروت هنا او سوري الاكتف راوتر هنا؟ 5 بس احس 12 هيبقى. تمام. طب بفرض ان انا عندي دول بس ار واحد وار اتنين من الاكتف بالظبط. تمام واضحه. مين بعد كده خلاص حصل الليكشن وكلهم بقوا ايه او سوري واحد بقى اكتف وواحد بقى ستاند باي. ستاند باي ده باك اب للاكتف عشان لو الاكتف وقع ده يلك نفسه مكانه والباقيين كلهم لسنرز. يعني لو الاكتف وقع مين الاكتف ساعتها؟ ده. وبقيه اللسنرز هيحصل ما بينهم انتخابات عشان يختاروا واحد ستاند باي بالظبط. تمام. مين اللي بيبعت الهيلو بعد ما الشبكه بقت كونفرجد وتمام وخلاص عرفنا مين هو الاكتف ومين هو الستاند باي؟ الاكتف والستاند باي بس هم دول اللي بيبعتوا هيلو. طب وبقيه الليسنرز من اسمه لسن صح. يبقى تاني مين هنا اللي بيبعت هيلو؟ الاكتف والستاند باي بس. تمام. بيبعتوها على مين؟ قال لك بيبعتوها على المولتي كاست ادرس 224.002. بيبعتوها على مين؟ 224.002. تمام. المنتج كاست ادرس ده على فكره ده مش مخصص لبروتوكول ال HSRP. فاكر FE FF02:2؟ تمام. مش ده كانت المنتج كاست ادرس بيبعت لكل الراوترز اي بي فيجن 6. بالظبط. اهو المكافئ ليه فيرجن 4 224.002. يعني من الاخر اي ديفايس اي حد في الدنيا بيبعت على 224.002 مين اللي بيلسن على الاي بي ده؟ كل راوتر. كل الراوتر. يبقى ده مش ديديكيتد كده خاص بال HSRP، لا ده دايما ديديكيتد لاي راوتر سواء HSRP او غيره. تمام. واضحه كده؟ واضحه. تمام. وقلنا تاني ان هو بروتوكول شغال في الابلكيشن لاير على بورت 1985. ونظرا لانه شغال في الابلكيشن لاير فبيخلي الدنيا ابطا شويه من الفي ار ار بي. لما ندخل في الفي ار ار بي هنكتشف ان ده شغال، هنشوف ساعتها في ايه. تمام. مش في الابلكيشن لاير. ماشي. فخلاه اسرع شويه من ال HSRP. تمام. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم بقى الشبكه دي عايزها على ايه؟ راوترز. اوكي. نعملها سويتشز اللي انت عايزه. اي حاجه اللي انت عايزه. ليش راوترز؟ اوكي. عشان حتى نشتغل على الموديل الجديد لان في فرق في الكونفيجريشن بسيط كده. تمام. ونسحب كمان سويتش، حتى سويتش عادي اثرنس سويتش انمانجبل، انا مش محتاجه ان انا اعمل عليه كونفيجريشن، بورت يتوصل وخلاص. وهسحب كمان مثلا راوتر اي حاجه بس اعتبرها كانها بي سي، اتعامل معاها كانها بي سي، بدل ما اسحب كلاود وتست من على كازي وافتح تلت عشان احتاج التلت، بدل ما اقعد اشغل التلت والكلام ده، لا هتلت من على ده وخلاص. فار 3 ده بس مش ار 3 بقى نسميه كلاينت. ونغير حتى شكله كمان اهو كمبيوتر، بس في الواقع انت عارف ان هو ايه؟ بالظبط. فاست 0 على 0، فاست 0 على 0، وصل كده الانترفيسز. تمام. وتاكدنا وباكد تاني طريقه الكونفيجريشن واحده ما بين الراوتر والسويتش. الفرق الوحيد الطريقه اللي بحط بيها اي بي. على الراوتر هحط اي بي تحت الانترفيس، على السويتش هحط اي بي على الاس بي او سويتش فيرتشوال انترفيس. تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه خالص بقى زي ما اتفقنا احط اي بي هيت، انترفيس فاست 0 على 0، اي بي ادرس 192.168.1، احنا اتفقنا على 1.1 صح؟ تمام. نو شوت داون ار 2، انترفيس فاست 0 على 0، اي بي ادرس 192.168.1.2، نو شت داون، والكلاينت انترفيس فاست 0 على 0، اي بي ادرس 100. وعايزه تعمل معاه بقى كانه جيت واي، كانه سوري بالسي بالظبط. يبقى هقول له ايه؟ نو اي بي راوتينج، واقول له اي بي ديفولت جيت واي بالظبط دوت تلاتة. طبعا يعني انا مش محتاجه دلوقتي اتست، اني لو قلت له بنج على 192.168.1.3 مفيش كونكتيفيتي صح. صح، هتاكد بس الاول كده كونكتيفيتي ما بين ار 1 وما بين ار 2، في كونكتيفيتي من بين الاثنين كده الدنيا تمام وشغاله تمام. اوكي، لو جيت من الكلاينت ابنج على خلاص يعني على دوت 1 على دوت 2 في كونكتيفيتي، بس زي ما اتفقنا دوت 3 لسه ما اتعملش. اكاري دوت 3 بقى ازاي؟ هنزل تحت الانترفيس اللي رابطني بالسويتش اللي هو رابطني بالراوتر الثاني، واقول له ستاند باي، ستاند باي مسافه، رغم ان ده هيبقى اكتف مثلا. تمام. مثلا يعني، بس هو الامر ايه؟ ستاند باي. لو استخدمت الهيلب لقيته طالب مني رقم الجروب، من حقي ان انا كاريت جام جروب لغايه 256 جروب، ببدا من 0 لغايه 255، يعني 256 جروب. ايه الجروب ده بقى؟ دلوقتي على الشبكه دي الاثنين دول هحطهم في نفس الجروب، الاثنين دول هحطهم في ايه؟ في نفس الجروب. في نفس الجروب، فالاثنين هياخدوا نفس الرقم اللي هو 1. تمام. افرض عندي كمان 2 راوترز في الشركه دي، تمام، وعايز احطهم في جروب تاني، يعني ده يخدم وده يخدم، بس ده يبقى اكتف وده ستاند باي، يبقى الاثنين احطهم في جروب تاني. تمام. يبقى تاني رقم الجروب اللي انا هعمله على واحد فيهم ماست يبقى نفس الرقم على التاني، على التاني. بيبقى significant peer broadcast domain. تمام. فهبدا مثلا من رقم جروب 1. لو استخدمت الهيلب قال لي طب بصي بالنسبه للاي بي الفيرتشوال انت عايزاه كام؟ 192.168.1.3. انتر. تخيل ان انا كده خلصت كونفيجريشن. لو استنينا كده 10 ثواني، ليه 10 ثواني؟ ما احنا اتفقنا ان مين هو اللي بيبقى الاكتف؟ ذا فيرست راوتر ذات كامز اب وذن 10 ثواني، اول واحد بيقوم في اول 10 ثواني. تمام؟ خلى عم ينجز كل ده 10 ثواني. طلع لي سيسلوك قال لي ان الراوتر ده اتحول من ستاند باي لايه؟ اكتف. لا اكتف. في الاول انا ستاند باي، جايز يكون في اكتف غيري. لا ان في فعلا ايه؟ سوري ما لقاش حد خالص اكتف، قام محول نفسه الاكتف. تمام. لو جيت اعمل الكلام ده بقى تحت ار 2 تاني، باكد على الانترفيس اللي رابطني بالراوتر التاني. تمام. واقول له ستاند باي مسافه نفس رقم الجروب اي بي، ممكن دلوقتي احدد له نفس الاي بي 192.168.1.3، او ممكن اضغط انتر على طول، هو بيتعلمه من الاولين. تمام. ممكن اضغط انتر على طول او احط الاي بي بايدي، وات ايفر، الاثنين سيم، ساعتها بيتعلموا من الاكتف. تمام. تمام. لو استنيت برضو كده 10 ثواني هلاقي السيسلوج طلعت بتقول ان الراوتر ده اتحول من ليرنينج، من ليرن
الستاند بوي ليه؟ من ليسننج من ليرن ليه؟ الراوتر ده اول لما بيقوم عمال يتعلم حتى قال لي هنا سوري سبيك سبيك تمام سبيك عمال يحاول يبقى هو الاكتف انا الاكتف انا الاكتف فلقى في واحد اكتف فامر لله انا هتحول لستاند بوي لو ما كانش تحول لاكتف ولا ستاند بوي كان هيتحول للسنر تمام فهمت قصدي يعني الراوتر بيقوم يبقى في الاول في حاله سبيك تمام يا اما يتحول لاكتف يا اما ستاند بوي يا اما لسنر اللسنر بيقعد يلسن كده مش بيسند هيلو خالص الاكتف والستاند باي هما بس اللي بيسندوا هيلو على مين على 224.002 واضحه طيب انا كده خلصت كونفيجريشن على فكره تعال انفيرفاي قبل ما تست تعال انفيرفاي هو امر يتيم شو ستاند باي تمام شفتوا الكونفيجريشن النهارده هيبقى ازاي شو ستاند باي انتر لقيته بيقول لي فاست 0 على 0 ده داخل في الجروب اللي رقمه واحد والحاله بتاعته اكتف تمام لاست تشينج ما حصل من امتى مين الفيرتشوال اي بي كذا اخره 3 مين الفيرتشوال ميك الفيرتشوال ميك تبع مش الراوتر ده دلوقتي ليه فيرتشوال اي بي تمام ولازم كمان يكون ليه فيرتشوال ميك ليه البي سي ده لما بيجي يطلع على اي جيت واي ديستنيشن يعني هنعتبر ان الجيت واي بتاعه هو دلوقتي الديستنيشن لازم يكون معاه الاي بي والماك صح. عشان عمليه الارب عشان ايه عمليه الارب ما انا لو استخدمت الاي بي ده بتاع الماك ده ايه اللخبطه دي طب ما هو معنى كده ان ده لو وقع لازال البي سي بيشاور على الماك ده صح ولو استخدمت الماك ده برضه نفس الكلام حتى لو الفيرتشوال راوتر بيشاور على الراوتر الاولاني هلاقي ان الجيت واي او البي سي طلع على الراوتر الثاني فكان لازم الفيرتشوال راوتر يبقى له هو كمان فيرتشوال ميك الفيرتشوال ميك قيمته بتبقى كام قال لك سيسكو حجزت الرقم ده كده ليها سيسكو اوريدي شاريه النص ده ليها مش احنا عارفين ان اول 6 ارقام بيبقوا مخصصين للاو يو اي للاورجانيزيشنال يونيك ايدنتيفاير تمام فسيسكو محجز الرقم ده شاريه من الاي تريبل اي وخلت الرقم من 07 اي سي ده مخصص لبروتوكول الاتش اس ار بي 07 اي سي ده مخصص لمين للاتش اس ار بي الاولاني ده سيسكو ان جنرال وده ثابت بالنسبه لبروتوكول الاتش اس ار بي طب و01 قال لك ده بيبقى على حسب رقم الجروب عشان دلوقتي شغلت جروب رقم واحد علشان كده الرقم ده هنا واحد طب لو كنت استخدمت رقم جروب 10 كان هيبقى الرقم ده هنا 10 مش باينري مش الماك بيتكتب بالهكسا اه يبقى الرقم ده كان هيبقى ايه 0 ايه تمام وضحت كده تمام يبقى تاني الراوتر زي ما بيبقى له فيرتشوال اي بي هيبقى له كمان فيرتشوال تمام أأكد لك بص لو جيت على الكلاينت الأول كده تعالى نبنج على 3 قبل كده 3 ما كانش بيديني ريبلاي في ريبلاي تمام فلو قلت له شو أرب دوت 3 مش هو ده الفيرتشوال ماك اللي احنا لسه شايفينه بالظبط صح؟ صح طيب نكمل قرية بالمناسبة صحيح قبل ما انسى الأكتف راوتر دايما بيبعت الهيلو باستخدام الفيرتشوال ماك الاكتف راوتر بيبعت الهيلو باستخدام الفيرتشوال ماك لكن الستاند باي راوتر بيبعت الهيلو بتاعته باستخدام الفيزيكال ادرس بتاعه تمام الفيزيكال ماك ادرس بتاعه هو مش الفيرتشوال تمام طيب هنا الهيلو بتتبعت كل 3 ثواني طب والهولد 10 ثواني يعني معنى كده ان الاكتف والستاند باي كل 3 ثواني بيبعتوا هيلو لبعض فلو الاكتف وقع الستاند باي هيقلكت نفسه بعد 10 ثواني هيقلكت نفسه بعد ايه 10 ثواني تمام طيب النكست هيلو هتتبعت في خلال كذا بريمشن ديسيبل نركن بقى ده دلوقتي كده هناخدها في حاجه كده محترمه دلوقتي ان شاء الله الاكتف راوتر هو اللوكل تمام طب مين الستاند باي 2 اللي البريورتي عليه 100 وانا كمان البريورتي عندي 100 وايه اللي ما بين قوسين 100 كمان طب ليه مكرر لي البريورتي برضه هنشوفها النهارده ان شاء الله والجروب نيم اس كذا الجروب نيم ده زي ماده للجروب رقم ويك برضه بيدي رقم للجروب حاجه هايفه يعني ممكن نغيرها بس يعني ملهاش لازمه ملهاش اي لازمه تمام انا عايزه دلوقتي اعرف الكلاينت راح على مين طبعا لو كتبت نفس الامر على ار 2 شو
شو ستاند باي، نفس المعلومات بالظبط بس بيقول لي الستاند باي راوتر از لوكال. انا ايه ستاند باي؟ انا ايه ستاند باي؟ طب يا ترى الكلاينت دلوقتي داخل لما جيت ابنج على 3، يا ترى دلوقتي داخل على R1 ولا R2؟ تعال نتست. هاجي على R1 وافتح عليه التلنت، تمام. لاين في تي واي 04 زي مثلا لوجن، هاخد الباسورد وخلاص. لاين في تي واي من 04 نو بس. لو جيت هنا دلوقتي على كلاينت، تعالى التلنت بقى 192.168.3، انا بتلنت على الاي بي اللي هو الفيرتشوال، لقيت نفسي دخلت على مين؟ R1. على R1. واضحه؟ طب بص كده، انا هبنك دلوقتي على R3 ده اللي هو الفيرتشوال راوتر ده، وريبيت الكلام ده، وهاجي اجهز كده عند R1، مش R1 دلوقتي ده الاكتف، وهعمل شوت داون للانترفيس، تمام. تعال نشوف هيقعد قد ايه عشان يكونفرج. انتر عمال يبنك، هاجي هنا شوت داون، واو كنترول شيفت 6، واو بص السرعه اولموست 1 سكند، اولموست 2 سكند، بنجيه واحده لواحد، تمام. وبعد كده كمل ريبلاي. طب بيربلاي مين اللي بيربلاي؟ بص لو جيت اتلك تاني اتنين، هو مش ار اتنين انا حط عليه بس اوردر، انا عايزه نو باسورد، انا اسفه نو لوجن، ماشي. هو كده كده طلع لي السيس لوج بيقول لي ايه، اتحول من ستاند باي لاكتف. تعالى بقى لو جيت كده من على الكلاينت وجيت اتلنت، لقيت نفسي دخلت على مين؟ تمام. قلنا تاني قعد تقريبا قد ايه؟ تقريبا ثانيه، ده عشان انا عملت شوت داون للانترفيس الفيزيكال. على فكره فدايما لما بعمل انترفيس الاي بي او الانترفيس اللي انا حاطط عليه اي بي، لما بحط عليه شوت داون عاده بيبعت وان فاينل هيلو عشان يعرف الاولاني انه كده خلاص. اقصى حاجه ممكن تشوفها ان الدنيا هنا هتقع قد ايه؟ 10 ثواني، يعني 5 بنجات، تمام. طب لو انا عايزه الكونفرجنس بتاعي يبقى اسرع، في طريقه ابعد عن ان انت تستخدم هيلوس اقل بتايمر اقل. طبعا انا ممكن اخلي الشبكه بتاعتي اسرع بكتير عن طريق ان انا ممكن اعدل في الهيلو، بدل ما اخلي الهيلو تتبعت كل ثانيه والهولد 3 ثواني 10 ثواني اسفه، ممكن اخلي بدل ما اخلي الهيلو تتبعت كل 3 ثواني والهولد 10 ثواني، انا ممكن اخلي الهيلو تتبعت كل ثانيه والهولد 3 ثواني، تمام. يبقى كده الشبكه هتبقى اسرع بكتير ولا لا؟ اسرع. اوعى تعمل كده. دي احنا قلنا قبل كده ان الهيلو دايما الراوتر بيتعامل معاها بتعمل لود، لود على البروسيسور، لان معنى كده ان انا بتعامل معاها سوفت وير مش هارد وير. سوفت وير يعني البروسيسور بيبص على كل هيلو باكيت جاي له، تمام. طب ليه حل؟ في الان بي ان شاء الله هتدرس فيتشر كده اسمه بي اف دي باي دايركشنال فورورد ديتكشن، هتخلي الشبكه سريعه جدا جدا جدا، وبمعنى كلمه سريعه في الملي سكند، تمام. وفي نفس الوقت من غير ما تعمل لود خالص على البروسيسور، لان انت كده بتتعامل كهاردوير مش كسوفت وير، تمام. اي سي هي كده هي اللي بتفعل لك البي اف تي باي دايركشنال فورورد ديتكشن، يبقى انت ما خليتش البروسيسور يبص على كل هيلو، ده البي اف تي هو اللي بيبص على كل هيلو، وبالتالي تاني الشبكه هتبقى سريعه جدا من غير ما تاثر على البرفورمانس، تمام. واضحه؟ تمام. كده انا خلصت كونفيجريشن، نلعب بقى شويه، الباقي كله لعب بقى، تمام. لو انا جيت قومت الانترفيس تاني، انترفيس كده ايه ما هو، تمام. مش المفروض R1 هو دلوقتي ليه بقى الاكتف؟ ليه؟ مش بلاش التاني موقعش بالظبط، تمام. طب ليه؟ لقيته تحول من سبيك لإيه؟ ستاند باي. ستاند باي. إيه ده بقى؟ شو ستاند باي؟ لقيته هنا بيقول لي بريمشن ديسيبل. إيه بريمشن ديسيبل ده؟ بريمشن يعني استيلاء، بريمت يعني بيستولي على السلطة. يعني إيه؟ دلوقتي مين اللي كان الأكتف في الأول؟ R1. R1 وقع.
مين اللي اخذ السلطه بداله؟ ستاند بار الاثنين. يبقى هو دلوقتي الاكتف. افرض ان ار 1 كان الهاردوير بتاعه فيه مشاكل رجع بعد كده ايه؟ لو كانت سيسكو خلته هو يرجع تاني الاكتف وبعد كده وقع بقى ده الاكتف بداله، رجع بعد كده ايه؟ بقى رجع الاكتف صح. افرض ان في مشكله هاردوير، في مشكله في الاستابيليتي، يعني ار 1 مش ستيبل، كل شويه يقع ويقوم يبقى الاكتف، يقع ويقوم يبقى الاكتف. عشان كده سيسكو خلت البريمشن ديسيبلد باي ديفولت. يعني ايه؟ يعني اللي يقوم ما يستولاش على الصوت. اللي يقوم ايه؟ ما يستولاش على الصوت. لكن لو انت كادمن عارف ان دي مشكله مؤقته حصلت مره واحده ومش هتتكرر تاني، ممكن ساعتها بايدك تعمل انيبل للبريمش. ممكن ساعتها تعمل ايه؟ انيبل للبريمش. تمام. تمام. ازاي؟ قال لك البريمت ده معتمد على البريورتي. البريمت ده معتمد على مين؟ البريورتي. الراوتر اللي بريورتي اعلى هو ده اللي هيبقى الاكتف. تمام. انا لو جيت دلوقتي على ار 1 وخليت البريمت او خليت البريورتي عليه سي مثلا، هخليها 150 مثلا. تمام. نجرب كده. لو جيت على ار 1 تحت الانترفيس هقول له ستاند باي الجروب اللي رقمه البريورتي بتاعتي رقم من 0 لغايه 255، الديفولت 100 انا هخليه 100. تمام. انا اسف هخليه 150. ار 2 لازال على الديفولت 100، مش المفروض دلوقتي ان ار 1 يبقى الاكتف؟ تمام. لا ليه؟ في اكتف. في واحد اكتف، ار 2 ما وقعش زي ما انت قلت. صح. تمام. لو انا دلوقتي عايزه ار 1 يبقى هو الاكتف، لازم افعل البريمت. بريمت قلنا تاني معناه ايه؟ انه هيستولي على السلطه بناء على قيمه البريورتي الاعلى. البريمت بيستولي على السلطه بناء على مين؟ البريورتي الاعلى. اشغل البريمت ازاي؟ سمبلي ستاند باي بريمت. ستاند باي ايه؟ بريمت. تمام. لو استخدمت الهلب كده ممكن اضغط انتر وممكن اقول له ديلي. ممكن اقول له ديلي. يعني ايه ديلي؟ يعني ما تستولاش على السلطه على طول. استنى شويه. استنى قد ايه؟ ممكن اقول له مينيمم واحدد وقت معين. يعني اقول له استولى على السلطه بعد احدد وقت معين. او ممكن اقول له بعد الريلود، بعد ما يتعمل الريلود للراوتر بفتره كذا. او ممكن اقول له سينك. ايه سينك دي؟ ليه الاول ممكن اعمل ديلي؟ افرض ان الراوتر بتاعي كان وقع وجي يقوم تاني وانا كنت عامله انيبل للبريمت. تمام. صح. مش الراوتر على ما يقوم ويبدا يحمل السيرفيسز بتاعته ويبدا يشغل الراوتنج بروتوكول اللي كان عليه ويبيلد الراوتنج تيبل والهيصه دي كلها عشان يخدم فعلا على الناس صح ويطلعهم انترنت، مش الموضوع ده ممكن ياخد شويه وقت؟ صح. انا مش عايزه الراوتر بتاعي لو اتعمل له ريلود اول ما يجي يقوم يبقى الاكتف على طول. صح. لان ساعتها لسه ما حملش السيرفيسز الناس تستخدمه تطلع فيه. لسه ما حملش باقي السيرفيسز. تمام. فانا عشان كده ممكن اعمله ديلي، يا اما احدد الديلي بايدي كام ثانيه، يا اما اقول له بعد الريلود بكام ثانيه. بكام ثانيه؟ ايه الفرق ما بينهم؟ ده دلوقتي من غير ريلود، انما ده بعد الريلود بكذا. تمام. او اقول له سينك. ايه سينك دي بقى؟ قالك دلوقتي في بعض السيرفيسز بتعتمد على بروتوكول ال HSRP. في بعض ايه؟ او السيرفيس ال HSRP بيعتمد على بعض السيرفيسز. في سيرفيسز بتعتمد على بعض. انا ممكن اقول له دلوقتي استنى ما تقومش ال HSRP الا لما السيرفيسز دي تقوم بمقدار كذا وتحدد له التايم. تمام. عشان ما يجيش ال HSRP معتمد اوريدي على سيرفيسز يجي يقوم السيرفيسز اللي قبله ما قامتش. تمام. لو انا قلت له ديلي سوري، لو انا قلت له بريمت على طول من غير ديلي خلاص الديفولت بقى ايه؟ واو. الديفولت مفيش ديلي. تمام. على طول بقى ايه؟ الاكتف. رغم ان ار 2 ما وقعش بس هو استولى على السلطه منه اولا لان البريورتي بتاعته اعلى، وكمان انا عامل عليه انيبل للبريمت. دايما البريمت مش بيبص على الاي بي الاعلى، البريمت دايما بيبص على البريورتي الاعلى. تمام. البريمت دايما بيبص على مين؟ البريورتي الاعلى. تمام. واضحه؟ نكمل. لو قلت له هنا ستاند باي 1 نستخدم الهلب، اخذنا اي بي، الكلام ده اللي انا شرحته بينطبق هو برده على اي بي فيرجن 6. تمام. الماك ادرس، افرض ان انت مش عايز الماك الفيرتشوال ده، عايز تحط انت بنفسك ماك ادرس تاني، يبقى حتى الفيرتشوال ماك ممكن تغيره. صح. تمام. النيم ده كان اسم الجروب اللي ورته لك في اخر سطر، حاجه ملهاش لازمه يعني ملهاش اي لازمه. البريمت والبريورتي خلاص. تمام. نمسك بقى تريك. ايه تريك ده؟
افرض دلوقتي ان ار واحد وار اتنين الاتنين طالعين على الانترنت تمام. ار وان الكونكشن هو دلوقتي الاكتف مش ار وان هو الاكتف. جه الكونكشن ده وقع. جه الكونكشن ده ايه؟ وقع. طب ما هو لازال ار وان بيبعت له تمام فهيفضل هو الاكتف صح. ها فهمت المشكلة؟ ار وان الانترفيس بتاعه ده ما وقعش وبالتالي عمال يبعت هيلو للستاند باي راوتر. فالستاند باي راوتر مش هيقلكت نفسه ان هو الاكتف لكن فعليا الانترنت كونكشن عن طريق ار 1 وقع. فانا ممكن احل المشكله دي ازاي؟ عن طريق ان انا اتراك الانترفيس اراقب الانترفيس اللي رابطني بالوان. اراقب الانترفيس اللي ايه؟ رابطني بالوان بمعنى ان انا هقول مثلا الانترفيس ده اللي هو سيريال 1 اوفر 0 مثلا هقول ان سيريال 1 اوفر 0 لو وقع قلل لي قيمه البريورتي بمقدار مثلا 60 تمام يبقى توصل لكام؟ 90 اول ما توصل ل 90 ار 2 ساعتها هيبقى الاكتف ولا لا؟ هيبقى الاكتف مدام لو بريمبت ايوه شغال. لو عملت عليه بريمبت بس برافو عليك تمام يبقى فعلا ريكومند بقى لو انت هتعمل انيبل للبريمبت تعال عليهم كلهم واعمل ايه؟ انيبل للبريمبت تمام. نعمل الكلام ده ازاي بقى؟ تعال نجربها قبل ما اكتب الامر. نكريت بس انترفيس وهمي كده لوب باك واحد وهسيميوليت كان اللوب باك واحد ده هو ده اللي رابطني بالانترنت تمام. ودي له اي بي ادرس كان اللوب باك ده هو مين اللي رابطني بالانترنت. وانزل تحت الانترفيس فاست 0 على 0 واقول ستاند باي 1 تريك. في الاي او اس القديمه اللي هو لغايه 12.4 كان بيكتب لي هنا تراك انترفيس كذا تمام كنت بحدد له بايدي ان انا هتراك الانترفيس اللي اسمه كذا انا كنت بكتب الامر كده ممكن واحد تمام. كنت بكتب الامر السنتكس بتاعه كده تمام. في الاي او اس بقى اللي هو فيرجن 15 ده فيرجن 15 اهو تمام السنتكس بتاعه اختلف شويه. هقول له ايه؟ ستاند باي 1 تراك رقم تراك اوبجكت. ايه الاوبجكت ده بقى؟ طب هديله اي رقم كده زي مثلا 100 يلا تعالى شوف ايه 100 ده بقى. اكزيت واقول له تراك الاوبجكت اللي بنفس الرقم تمام. الاوبجكت ده بيشاور على مين؟ على الانترفيس. الاوبجكت ده بيشاور على مين؟ على الانترفيس اللي هو مين؟ لوب باك واحد تمام. سوري انت عايز تراقب ايه على لوب باك واحد؟ الاي بي بتاعه ولا اي بي فيرجن 6 ولا اللاين بروتوكول؟ لاين بروتوكول عشان لو الانترفيس ده لو عملت له شوت داون اللاين بروتوكول هيبقى داون تمام صح؟ تمام. وانزل تاني تحت الانترفيس فاست 0 على 0 في بس حاجه انا نسيت اعملها في حاجه نسيت اعدلها. انا قلت لك تاني ستاند باي تراك رقم الاوبجكت. في حاجه بس انا اصلا نسيت اقولها. انا ضغطت انتر على طول. لو انا ضغطت انتر على طول الديكريمنت فاليو هتبقى 10 يعني معنى كده ان هي هتقل من كام لكام؟ من 150 بمقدار 10 يبقى هتوصل ل 140 يبقى ستيل هو ده اللي هيبقى الاكتف. فكان لازم بايدي احدد له الديكريمنت ان هو هيقل بمقدار 60. اول ما الديكريمنت يقل 60 مش البريورتي دلوقتي ب 150 صح يقل ال 60 هيوصل ل 90 يبقى ساعتها ار 2 هو اللي هيبقى الاكتف بعد ما اعمل انيبل للبريمت عليه تمام. واضحه كده؟ ده انا بس مش شرط كمان ان انا اقول له بس ديكريمنت فاليو معينه ده انا ممكن اشت داون الجروب كله اقفل الجروب كله تمام تمام. فخلينا ان انا هقلل الديكريمنت فاليو بمقدار معين. بص بقى لو قلت له شوف ستاند بوي مش ده الاكتف؟ صح. قايل لي هنا ان البريورتي بتاعتي كام دلوقتي؟ 150 والكونفيجرد 150. 150 ما انا فعلا بقيتي حطيتها 150 وهي ستيل ب 150 صح؟ اول لما انا اقللها اول ما انا هعمل شوت داون للانترفيس اللوب باك احنا اتفقنا ان هي توصل ل 90 90 يبقى ساعتها البريورتي هتبقى ب 90 لكن الكونفيجرد اللي انا حطها بايدي 150. واضح كده الفرق ما بين الاثنين؟ تمام تمام. نتست كده انترفيس لوب باك واحد بس قبل ما اعمل الكلام ده اتفقنا ان هاجي على ار 2 وشغل البن بالظبط. تمام واقول له ستاند باي
رقم الجروب بريمت. تمام. لو جيت دلوقتي على ار1 وقلت له انترفيس اللوب باك ده شوت داون، بص هنا قال لي ايه نتيجه التراك، لان الاوبجكت اي دي اللي انا كريته لاين بروتوكول اتحول من اب لداون. اول ما اتحول من اب لداون قال لي ان الراوتر اتحول لسبيك، بعد كده بقى من سبيك لايه ستاند باي. ولو رحت على ار2 لقيته هو اللي بقى اكتف. لو رحت على ار1 تاني كده وقلت له شو ستاند باي، شو ستاند باي، قال لي ان البريورتي بتاعتي بقت 90 الكونفيجرد 150. تمام. طيب انت كمان افرض دلوقتي ان ار1 كونكتد هنا اكيد طبعا بالراوتر بتاع الاي اس بي. تمام. ده الراوتر بتاع مين؟ الاي اس بي. اي اس بي اللينك ده لسه اب. اللينك ده ايه؟ لسه اب. لسه اب. مين اللي وقع؟ اللينك اللي بعد الاي اس بي. ما هو ستيل برضه دلوقتي ار1 هو الاكتر. بالظبط. ليه؟ لان الانترفيس بتاعه ما وقعش. تمام. وبالتالي الديكريمنت فاليو مش هتقل. فستيل هو الاكتف، بس الانترنت كونكشن من خلال ار واحد واحد. صح. ليها حل. اه كان زمان عليك في الان بي، دلوقتي عليك في الان ايه. تمام. تمام. عن طريق فيتشر كده هناخده في اخر الكورس خالص ان شاء الله اسمه اي بي اس ال اي. اي بي اس ال اي سيرفيس ليفل اجريمنت، ده هناخده باذن الله في لاب، وساعتها هفكرك تاني اللي احنا هنربطه بالاتش اس ار بي ازاي. ماشي. بس يعني الكونفيجريشن بتاعته طويله، مش طويله بس يعني مش عايزه ازود اللاب ده قوي زياده عن اللزوم، احنا هناخده كده كده في توبك منفصل. تمام. فكرته ايه؟ قال لك ايه رايك ان انا ممكن دلوقتي اتراك اوبجكت ما هوش الانترفيس، امال الاوبجكت اللي انا هراقبه ممكن يكون موقع ريلايبل زي مين مثلا؟ جوجل. بدل ما اراقب الانترفيس هراقب مين؟ جوجل. بمعنى اني ممكن اخلي ار1 كل ثانيتين مثلا يعني يبعت بنجاي على جوجل، كل ثانيتين يبعت بنجاي على جوجل، كل ثانيتين يبعت بنجاي على جوجل. تمام. اول ما جوجل يبطل يرد يعني معنى كده ان الانترنت كونكشن ده وقع. صح. مش شرط يكون بسببي، ممكن يكون بعدي. المهم ان الانترنت كونكشن لجوجل وقع. ما هو جوجل ريلايبل، جوجل المفروض انه ما بيوقعش. صح. تمام. اول ما جوجل يبطل يرد عليا، يبقى الانترنت كونكشن من خلال الطريق ده وقع، يروح عامل ديكريمنت للفاليو بمقدار كذا تحدد له. تمام. ده هيتم عن طريق تاني فيتشر اسمه اي بي اس ال اي سيرفيس ليفل اجريمنت. تمام. واضحه؟ واضحه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو قلت هنا على الانترفيس الوهمي نو شات داون المفروض يرجع تاني اكتف. ليه يرجع تاني اكتف؟ لان الراوتر ده عليه انيبل للبريمت. تمام. عليه ايه؟ انيبل للبريمت. تمام. انترفيس فاست زيرو على زيرو ستاند باي واحد. اخدنا كده اي بي وفهمنا اي بي فيرجن 6. طبعا الكلام ده بينطبق برضو على اي بي فيرجن 6 بنفس السنتكس بالظبط. ميك نيم بريمت بريورتي تايمرز. لو حبيت ان انت تغير التايمرز. تمام. ممكن تحدد له الهيلو مثلا بدل 3 ثواني تخليها ثانية. بعد كده طالب منك الهولد سي مثلا هتخليها 3 ثواني. مش بس كده، ده انت ممكن كمان تحددها له بالملي سكند. تحددها له ايه؟ بالملي سكند. يعني مثلا 500 ملي سكند، وتحدد له كمان الهولد تايم هو كمان بالملي سكند او بالسكند. اوعى تعمل كده طبعا. تمام. انت كده بتعمل لود عالي قوي قوي على واضحه. وتروح تغير التايمرز دي على بقيه الراوترز. كده فهمنا حوار التايمرز. ايه تاني؟ اوثنتيكيشن. يعني ايه اوثنتيكيشن؟ تحقق. بمعنى انا مش عايزه يروح جاي لي كده راوتر في النص، واحد يحول جهاز الكمبيوتر بتاع الراوتر ويكون متوصل على سويتش ويعلي كمان عليه البريورتي ويعمل انيبل للبريمت. صح؟ صح. يبقى ساعتها هو الجيت واي بالنسبه لاجهزه الكمبيوتر، ويستهبل هو ما هوش جهاز كمبيوتر، هو ما هوش راوتر، ده جهاز كمبيوتر عادي، ويستهبل ويعمل ري انيب او ري دايركت تاني للترافيك عن طريق ار1. ار1 هيطلعه الانترنت. صح. يبقى الراجل ده دلوقتي بقى ايه؟ مين بالظبط؟
أنا عمر أتيت من إذنك ما أي حد عايز يطلع الإنترنت يعدي على الأوت. تمام. فأنا عايز أحمي نفسي من حاجة زي دي، فأعمل إيه؟ إنيبل لمين؟ للأثنتيكيشن. هعمل إنيبل لمين؟ للأثنتيكيشن. تمام؟ الأثنتيكيشن ممكن إن أنا أحدد له التكست بتاعي اللي هو كلير تكست، وحدد له الكلمة في سطر تاني، أحدد له الكلمة ماكسيمم 8 كاركتر. طبعا أنا كده شغالة كلير تكست. أو ممكن إن أنا أشتغل MD5. ولو اشتغلت MD5 ممكن بإيدي أحط كي سوري أهي كي تشين كي سترينج أسفل، وتحط الباسورد بإيدك زي مثلا CCNA مثلا، أو بناء على كي تشين. فاكر الكيتشين سلسلة المفاتيح، وتحط له اسم سلسلة المفاتيح اللي عندك. يعني حتى الاثنتيكيشن تشوف فليكسبل قد ايه، ممكن يكون كلير تكست، ممكن يكون MD5 وتحط الكي بايدك، ممكن يكون MD5 معتمد على كيتشين بالظبط، وتكون مكريت الكيتشين بتاعتك. تمام خلاص. خلاص تمام. ستاند بوي. بسم الله الرحمن الرحيم. خدت بالك انا المره دي ما استخدمتش اللي هو رقم الجروب. تمام. ورغم كده لقيت ماك ادرس اي فيرجن 6 بريميت باريوريتي تايمر ستريك نفس الاوبشنز. تمام صح. ايه ده، هو ينفع ان انا اقول له ستاند باي اي بي واحط الاي بي على طول؟ اه. طب فين رقم الجروب؟ لو انت ما حددتهوش بياخد رقم 0. لو انت ما حددتش رقم الجروب بياخد رقم كام؟ 0. تمام. هنت كمان، ده انت ممكن تخلي R1 ده اللي هو اللي هو سوري الفيرتشوال راوتر مش دي فيرتشوال ماك. صح. لا انت ممكن تقول له يوز بي اي. بمعنى ايه؟ مش احنا لسه قايلين ان R1 وهو بيبعت له بيستخدم الفيرتشوال ماك؟ انت كده بتقول له ايوه خليه يستخدم الفيزيكال انترفيس الفيزيكال ماك ادرس بيوند ان ادرس. تمام خلاص كده الاتش اس ار خلاص خلصنا. تمام. الفي ار ار بي مش هعمله، انا هديهولك هوم ورك وانت اللي هتعمله. ماشي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الفي ار ار بي اتفقنا تاني ان هو يفرق ايه عن الاتش اس ار بي، ان هو ستاندرد، انما اتش اس ار بي ده بروتوكول سيسكو. تمام. ده شغال في الابلكيشن لاير، لكن الفي ار ار بي لا شغال في تي سي بي ولا يو دي بي. امال ده بروتوكول نمبر خاص بنفسه. تمام. يعني فاكر الاي اي جي ار بي ما كانش بيتعمل له انكابسوليشن ده جوه تي سي بي ولا يو دي بي. صح. ده ليه بروتوكول نمبر خاص بنفسه اللي كان رقمه 88. تمام. صح. طب الاو اس بي اف 80 ماي اه ايه تاني الاي اي جي ار بي بروتوكول نمبر 88 او اس بي اف 89 هنا بقى البروتوكول نمبر 112 بروتوكول نمبر كام؟ 112 بيبعت هلو على المولتي كاست ادرس 224.0.18 بيبعت الهلو قد ايه؟ 200 على مين؟ على المولتي كاست ادرس 224.0.18 كل قد ايه؟ ثانيه باي ديفولت. كل قد ايه؟ ثانيه. تمام. مين هو الاكتف ومين الستاند باي؟ قال لك لا بقى ما اسمهوش اكتف وما اسمهوش ستاند باي، اختلاف مسميات مش اكتر. ده هيبقى اسمه ماستر وده اللي هيبقى اسمه باك اب. باك اب ماستر ومين؟ وباك اب. وباك اب. تمام؟ تمام. تعالى نشوف الكونفيجريشن هتم ازاي. هنزل تحت الانترفيس واقول له في ار ار بي بدل الستاند باي هقول له في ار ار بي. بص لو استخدمت الهيلب رقم الجروب، بص لو استخدمت الهيلب اي بي. تمام. تمام. بريورتي نفس كل حاجه عنده اختلافات بقى شويه حاجات هقول لك عليها دلوقتي. تمام. ان شاء الله. تمام. الاثنتيكيشن هو هو الاي بي نمسك واحده واحده هتحط له هنا اي بي. تمام. ايه ده هو ينفع مش في الاتش اس ار بي كنت بحط اي بي تاني خالص غير R1 وغير R2؟ تمام. في الفي ار ار بي ينفع ان انا استخدم الاي بي بتاع الراوتر ذات نفسه او واحد من الاثنين يعني. كنوع من التوفير للاي بي. كنوع من ايه؟ توفير الاي بي. تمام. تمام. لو انا قلت له اوكي هستنى كده شويه لقيت ده بقى ماستر، لقيت ده بقى ايه ماستر. ماستر. تمام. والتاني لو انا عملت عليه كونفيجريشن هيبقى ايه؟ هيبقى بقى. ايه بقى. طيب تعالى نشوف امر كمان.
شفنا الاي بي البريمت انيبلد باي ديفولت مش ديسيبلد باي ديفولت البريمت هنا انيبلد باي ديفولت تمام البريورتي 100 باي ديفولت ما عدا لو انا استخدمت الاي بي الفيرتشوال هو نفس الاي بي بتاع الراوتر اللي انا واقفه عليه بص كده عشان افيريفاي شو في ار ار بي تمام شو ايه في ار ار قال لي ان الراوتر بتاعي ماستر الفيرتشوال الفيرتشوال اي بي كذا البريورتي 255 ليه رغم ان البريورتي 100 لاني استخدمت على الراوتر ده الفيرتشوال اي بي هو نفس الاي بي بتاع الراوتر ذات نفسه وعشان كده البريورتي هنا 255 انما لو كنت استخدمت اي اي بي تاني كانت البريورتي هتبقى مين. تمام طب الفيرتشوال ماك مش هناك كان 0007 مش عارفه ايه هنا الجزء ده كده كده ثابت ده خاص بمين ببروتوكول الفي ار ار بي وده الجروب نمبر بالظبط الهيلو بتتبعت كل ثانيه كل ثانيه بص هنا بيقول لي الماستر الانترفال الهيلو بتتبعت كل ثانيه طب الداون بقى الداون مش هناك كانت الهيلو بتتبعت كل ثانية 3 ثواني والهولد 3 ثواني تمام هنا الهيلو هتتبعت كل ثانية والهولد هيبقى قد ايه قيمته قد ايه قال لك 3 تايمز الهيلو بلس سكيو تايم يعني قد ايه 3 تايمز الهيلو يعني كام ثانية 3 بلس سكيو تايم يعني وقت الحروف يعني ايه وقت الحروف كل مرة يديني اي وقت عشوائي اي رقم جزء من الثانيه تمام كل مره بعمل اللاب ده الاقيه 3 ثواني وجزء مختلف مره يديني 6000 مره يديني 3000 اي رقم عشوائي تمام يبقى انت هنا من الاخر لما تيجي تغير التايمرز انت بتغير الهيلو بس طب والهولد هو لوحده بيتحسب من المعادله 3 تايمز الهيلو بلس سكيو تايم تمام طيب الماستر راوتر هو اللي انا واقفه عليه طبعا مش لاقي هنا بقى لان انا ما عملتش عليه كونفيجريشن وقلنا تاني ان البريمت بريمشن انيبلد باي ديفولت تمام نكمل كده في ار ار بي 1 قلنا تاني الاوثنتيكيشن واحد الاي بي واحد البريمت انيبلد باي ديفولت البريورتي خلاص انت لو انت مش محتاج الكونفيجريشن بدل ما تدلتها ممكن تعمل شت داون للجروب ده وقت ما تحتاج الجروب ده اعمل تمام التراك التراك هنا نفس اللي انا عملته من شويه بتكريت اوبجكت وتحدد له برده الديكريمنت فاليو وتطلع فوق على الكونفيجريشن مود تقول له تراك وتحدد له رقم الاوبجكت والهيصه دي نفس الطريقه بالظبط تمام اللي بيفرق هنا بقى التايمرز اللي بيفرق هنا مين التايمرز لو انت جيت تستخدم الهيلب في عندي مشكله في الفي ار ار بي ايه هي ان الراوتر ان سوري التايمرز لازم تبقى واحده على كل الراوتر التايمرز هنا لازم تبقى ايه واحده على كل واحد تمام طب لو انا جيت دلوقتي على راوتر منهم وغيرت عليه تايمرز وجيت على راوتر تاني غيرت عليه تايمرز هقع في مشكله كبيره ايه هي ان لو عليت التايمرز مش قلت لها لو عليت التايمرز على الباك اب راوتر هيبقى هو الاكتف هيبقى هو الماستر تاني ار 1 هو الماستر دلوقتي ار 2 حتى هذه اللحظه مش هو الماستر تمام لو جيت على ار 2 غيرت التايمرز عليتها هلاقيه على طول بقى هو الماستر ايه اللخبطه دي فعشان ما احطش نفسي في المشاكل دي كلها ظبطولي هنا اوبشن اسمه ادفرتايز يعني الماستر راوتر هيادفرتايز القيم والباقيين هيتعلموها تمام يعني مثلا الراوتر الماستر هتحط عليه القيم زي ما انت عايزها تمام وعلى الراوترز الثانيه هتقول له بدل ادفرتايز هتقول له ليرن ساعتها الباك اب هيروح يتعلم الادفرتايز بالظبط تمام بس بشرط تكون التايمرز بالثواني مش بالملي سكند لو انت حددتها لو انت حددتها بالملي سكند لازم تحدد بايدك او تعمل الكونفيجريشن بايدك على كل الراوترز نفس التايمر تمام طب على الراوترز الثانيه بدل ما تقول له زي ما اتفقنا ادفرتايز هتقول له ليرن بص هنا مفيش اوبشن تاني انك تحط قيم خلاص تمام لكن تاني قلنا لو انت قلت له هنا ادفرتايز هتحط القيمه يا اما بالسكندز يا اما بالملي سكندز طب لو انا حطيتها له بالسكند مفيش هولد بيتعلمها من المعادله 3 تايمز الهيلو بلس سكيو تايم تمام واضحه واضح. والكلام ده يتعمل على مين على الماستر راوتر تمام انما الباك اب هو اللي بيتعلم في هنا بقى كام راوتر مش احنا هناك كنا قلنا ان في واحد اكتف وواحد باسيف
انا اسفه في واحد اكتف والتاني ستاند باي والباقيين كلهم لسنرز. تمام. هنا في واحد ماستر والباقيين كلهم باك اب. مين اللي بيبعت الهلو؟ الماستر بس. تمام. باستخدام الفيرتشوال ميك والباقيين كلهم بيلسنوا بس. تمام. معنى كده ان انهي بروتوكول اسرع، اتش اس ار بي ولا في ار ار بي؟ قال لك ده بقى السيناريو في البدايه كده، اتش اس ار بي في البدايه ابطا وهما بيقوم في الاول ابطا. ليه؟ لانه شغال في الابلكيشن لاير. اي حاجه شغاله في الابلكيشن لاير اكيد ابطا من ان انا كنت بتكلم في لاير 3. صح صح. تمام. ففي البدايه الاتش اس ار بي ابطا، لكن الاتش اس ار بي لو الاكتف راوتر وقع الستاند باي بيلكت نفسه اوتوماتيكي مكانه على طول. فلو حصل تشينج في الشبكه الاتش اس ار بي اصلا. انما هنا لو الماستر وقع بقيه الباك اب راوترز بيبداوا يعملوا الكشن. تمام. فعشان كده ده بيبقى في عمليه التشينج او في عمليه الكونفرجنس ده ابطا من الاتش اس ار بي. يبقى ات ستارت اب الاتش اس ار بي اسرع، لكن ات كونفرجنس الاتش اس ار بي في الستارت اب ابطا. انا قلت العكس. معلش، الاتش اس ار بي في الستارت اب ابطا لانه شغال في الابلكيشن لاير ده اسرع، لكن لو حصل تشينج عشان اوصل للكونفرجنس يبقى الاتش اس ار بي اسرع. بالظبط، لان في باك اب راوتر مستني اللي هو الستاند باي، لكن هنا هيحصل الكشن ما بين كل الباك اب راوترز. تمام. واضحه؟ واضحه. تمام. ايه تاني؟ ايه تاني؟ اعتقد ان انا كده قفلت الجزء ده. اخذنا التايمر صح واخذنا التراك وقلنا شت داون. تمام. هنت بسيطه جدا جدا عشان يبقى خلصنا الجزء ده. تمام. في اكستنشن كده جوه بروتوكول ال HSRB extension كده اسمه multi HSRB. multi HSRB يعني ايه؟ دلوقتي انا عندي مشكلة في بروتوكول ال HSRB وال VRRB ان واحد بس هو اللي بيخدم على الاجهزة كلها، لكن التاني كل وظيفته في الحياة ان هو باك اب. تمام. ما بيخدمش على حد. يعني معنى كده ان مركون ان شاء الله يعني مش اي لازمة. صح. لكن كل وظيفته تاني ان لو الاكتف وقع يقلبت نفسه مكانه. صح. تمام. طب انا عايزه يبقى فيه الاثنين يخدموا، اعمل ايه؟ قال لك ممكن تكريت لي جروب رقمه واحد الاكتف هو هيبقى ار 1 وتكريت لي جروب تاني اتنين، جروب اتنين الاكتف هيبقى ار 2. بالظبط، ده ساعتها الاكتف وده الستاند بوي. تمام. وساعتها عندي مجموعه من الاجهزه ده هيخدم عليها جروب رقم اتنين اللي هيبقى ليه فيرتشوال اي بي مختلف، ودول الاجهزه دي اللي هيخدم عليها جروب رقم واحد اللي الاكتف بتاعه ار 1. يبقى تاني مجموعه اجهزه هتخليها تشاور على الجيت واي بتاع الجروب اللي رقمه اتنين اللي هو هيبقى ساعتها ار 2 ده الاكتف فيه. تمام. ومجموعه تانيه من الاجهزه هتخلي الجيت واي بتاعها ار 1 اللي تبع جروب رقم واحد. تمام. اهو ده كده بنسميه مولتي اتش اس ار بي، مولتي بروتوكول اتش اس ار بي. ده اكستنشن جوه البروتوكول مش اكتر. تمام. واضحه؟ واضح. يعني معنى كده ان الراوتر الواحد ممكن يشاور في اكتر من جروب. بس الاجهزه ازاي خليها ان هي تشاور على جروب معين؟ بالجيت واي. تمام صح. تمام؟ ماشي. كده خلصنا ال اتش اس ار بي وال في ار ار بي. ال في ار ار بي انت هتعمل لي الداتا تاني بنفسك. تاني مش عليك بس برضه انا عايزاك تعملها. تمام. تمام؟ نصلي العصر بقى ونشوف الجي ال بي دي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر بروتوكول عندنا بقى جي ال بي بي، جيت واي لود بالانس بروتوكول. يعني ايه؟ مشكله الاتش اس ار بي والفي ار ار بي ان كان راوتر واحد بس هو اللي بيبقى اكتف والباقي كلهم ما لهمش لازمه. تمام. باك اب لو وقع يبدا واحد تاني يشتغل بدل، وبالتالي الحمل كله عليهم كلهم. انا اسف على واحد بس. تمام. جت سيسكو بقى فكرت في حاجه، بروتوكول تاني اسمه جي ال بي بي. يعني ايه؟ هيعمل لود بالانس. هيعمل ايه؟ لود بالانس. بمعنى هيحصل الكشن لراوتر منهم هيبقى اسمه اكتف فيرتشوال جيت واي واكتف فيرتشوال فوروردر. هنفهم المصطلحات دي دلوقتي حالا ان شاء الله. اكتف فيرتشوال فوروردر، اكتف فيرتشوال فوروردر واكتف فيرتشوال فوروردر. الاكتف فيرتشوال فوروردر دول الراوترز اللي بيخدموا على البي سيز اللي بيخدموا على الكاستمرز بتوعي. تمام. طب البي سي، ما انا عندي كذا بي سي، بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3. ايش عرف كل بي سي منهم انهي جيت واي اللي يروح له؟ صح. قال لك في البدايه كلهم الريكوستات كلها هتروح على الاكتف فيرتشوال جيت واي. ده الماستر
هيروحوا كلهم لمين؟ اكتف فيرتشوال جيت واي. والجيت واي ده بقى هيبدا يقول لهم يا بي سي 1 انت استخدم ار 2 جيت واي نيك، يا بي سي 2 انت استخدم ار 3 جيت واي نيك، يا بي سي 3 انت استخدم ار 4 جيت واي نيك. يبدا يوزع الحمل، وطبعا هو كمان بياخد ريكوستات، هو كمان فوروردر تمام. يبقى الفوروردر دي الراوترز اللي بتبعت الترافيك للوين تمام، دي الجيت ويز بتاعتي تمام. انما الاكتف فيرتشوال جيت واي ده اللي بياخد الريكوستات في البدايه من الكاستمرز، من الكاستم كمبيوترز، من الكلاينتس، ويبدا يقول لواحد انت كل واحد انت استخدم ده، انت استخدم ده، انت استخدم ده تمام. هتقول لي ماشي، مع كده في لود كبير على الاي في جي. لا ثانيه واحده، ده ات ستارت اب بس، وهو لسه بيقول مين الجيت واي بتاعي، انما بقيه الترافيك كله هيتم عن طريق الاكتف فيرتشوال فوروردر. صح، واضحه تمام. الكلام ده بيتم ازاي؟ قال لك برضو هنعمل فيرتشوال راوتر. هنعمل ايه؟ فيرتشوال راوتر، وهديله اي بي زي مثلا هديله هنا 254.254 دي نتورك 192.168.1.254. هناك كان فيرتشوال اي بي واحد بس وفيرتشوال ماك واحد بس ال اتش اس ار بي، انما هنا هو فيرتشوال اي بي واحد بس وكذا فيرتشوال ماك، لان كل فيرتشوال ماك بيشاور على واحد منهم وكلهم بيخدموا تمام. تمام، ومين بقى اللي مسؤول؟ طبعا الاكتف فيرتشوال جيت واي الاي بي ده، سوري اللي هو الفيرتشوال اي بي ده، ده اللي هيبقى الجيت واي بتاع الاجهزه. لكن ده الاي بي ده بيشاور مره على الماك ده، بيشاور مره على الماك ده، بيشاور مره على الماك ده، بيشاور مره على الماك ده. للدقه بقى مش بيشاور على الفيزيكال اي بي او الفيزيكال ماك، امال بيشاور على مين؟ كل راوتر من دول برضو هيبقى له فيرتشوال ماك، هيبقى له ايه؟ فيرتشوال ماك. اللي هي قيمته هتبقى كام بالظبط؟ 0007 تمام بي 4 كده كام؟ 1 2 3 4 5 6. حط هنا دوت عشان ما لخبطش، ادي اربع ارقام. بعد كده هيتحط هنا رقم الجروب. ايه رقم الجروب؟ دول كلهم الاربع راوتر دول هحطهم في جروب مثلا سي رقمه 1 بالهكس، يبقى ايه؟ 0001 تمام صح كده. فاضل كام رقم؟ ما هو الماك ادرس كله على بعضه 12 رقم صح. يبقى كده ناقص لي رقمين. الرقمين دول بقى هيبقوا قيمتهم كام بالظبط؟ قال لك الرقمين دول هيبقوا رقم الراوتر ذات نفسه، بمعنى ار 1 هيدي لنفسه رقم 01 تمام، ار 2 ده الاي في جي هيديله رقم 02، ار 3 الاي في جي هيديله رقم 03، اخر راوتر فيهم هيديله رقم 04. مين المسؤول انه بيوزع الارقام دي؟ الاي في جي. يبقى الاولاني الراوتر الاولاني بياخد رقم 1، الثاني هياخد رقم 2، الثالث هياخد رقم 3، الرابع هياخد رقم 4. وضحت كده تمام. تمام. طيب مين هو بقى الاي في جي فيهم؟ قال لك الراوترز كلها هتقوم، هيبدا يحصل الكشن. مين اللي هيقوم في الاول او مين سوري اللي هيبقى الاي في جي؟ قال لك ذا فيرست راوتر ذات كمز اب وذين 10 سكند بالظبط. ليه؟ لان جي ال بي بي نفس التايمرز بتاعت الاتش اس ار بي، بيستخدم نفس التايمرز بتاعت مين؟ الاتش اس ار بي تمام. فده مثلا هيبقى احنا قلنا تاني الراوتر اللي هيقوم الاول في خلال 10 ثواني حصل طاي، يبص على البريوريتي الاعلى تمام اللي هي باي ديفولت 100 بالظبط. حصل طاي يبص على الاي بي الاعلى، يعني من الاخر الشبكه اللي قدامي دي لو حصل طاي فيهم كلهم مين اللي هيبقى الاي في جي؟ اللي هو راوتر 4 بالظبط. ليه؟ دي اعلى اي بي، واخد اي بي دوت 4 صح. واضحه كده تمام. تعالى نقوم الكلام ده اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس في البريك حطيت هنا الاي بي هات تمام، وجيت على الاي بيات اللي هي 192.168.1.1.1.2.1.3.1.4 والجيت واي او سوري الكلاينت اديت له دوت 100 فين 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 دوت 100 تمام. وجاست بس ان انا حطيت له جيت واي اللي هو 254، لان ده اللي هيبقى الفيرتشوال اي بي بتاع الفيرتشوال راوتر جيت واي تمام. عايز اشغل الجي ال بي بي سمبلي هنزل تحت الانترفيس اللي رابطني ببقيه الراوترز واقول له جي ال بي بي لو استخدمت رقم الجروب تمام اللي هياخد اي بي فيرتشوال ده 254 بالظبط.
واجي هنا نفس الكلام هديله اي بي 254 ار 3. يعني عملية الليكشن بتبقى بطيئة شوية. يلا يا عم انجز ار 4 تمام. ايه ما هو الحمد لله بقى ايه اكتف. يلا يا عم انجز على ما ربنا يقومهم كده بالسلامة. الجي ال بي بي ده برضه بروتوكول شغال في الابلكيشن لاير. شغال فين؟ في الابلكيشن لاير بورت يو دي بي على بورت 3222. تمام. على ايه؟ 3222 تمام. مين هنا بيبعت الهيلو؟ كلهم لانهم كلهم اكتف. كلهم ايه؟ اكتف. فمين اللي بيبعت الهيلو؟ كلهم على 224.0.0.102. ده على 2 ده على 102 وشغال يو دي بي على بورت 3222. تمام. لقيت ار 2 هو كمان بقى اكتف. لقيت ار 3 بقى اكتف. ار 4 اكتف. كلهم اكتف. ايه اكتف ده؟ ما هو اكتف ده معناه انه فعلا بيسمع للريكوست ويبعت الريكوست دي على مين؟ على الوين. تمام. ده مش معناه الاكتف فيرتشوال جيت واي. ده معناه ان الراوتر ده فعلا اكتف وبيبعت الريكوستات للوين. طب يا ترى مين فيهم بقى ال اي في جي؟ تمام. لو جيت هنا قلت له شو جي ال بي بي بريف انتر نقرا كده مع بعض. بيقول لي 192.168.1.4 ده مين؟ ده الاكتف راوتر. ثانية واحدة. اكتف راوتر يعني ايه؟ البريورتي بتاعته 100. طالما البريورتي بتاعته 100 يبقى معنى كده ان الراوتر ده عبارة عن الاكتف فيرتشوال جيتوي. عن الاي في جي. ده اللي هياخد الريكوستات من الناس ويبعتها للباقي. تمام. ايه ده؟ مش احنا قلنا الراوتر اللي هيقوم الاول في خلال 10 ثواني وانا قومت ار 1 قعد فترة في الاول قايم؟ صح؟ صح. امال ليه بقى ار 4 هو الاي في جي؟ فاهم قصدي؟ تمام. ده بقى الاي في جي رغم ان انا قومت البروتوكول على ده الاول وانا متاكده ان انا قعدت يجي 10 ثواني. تمام؟ لو جيت هنا قلت له شو جي ال بي بي تمام فين فين فين؟ قال لي ان الراوتر دلوقتي بقى اكتف. الراوتر اللي هو الاولاني ده اكتف تمام. وان ستيتي تشينج الفيرتشوال اي بي هو ده. وفين الماك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البتاع ده بيديني كميه معلومات رهيبه. بيقول لي ان في هنا دلوقتي 4 فوروردر. واو واو. الفورورد الثاني لسن كلهم هم بيلسنوا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لنا تاني هنا مين هي الراوترز اللي مشاركه عندي في الجروب؟ أربعة. تمام. تعالى كده لو جيت هنا على الراوتر ده لاين بي تي واي نو لوجن نو لوجن لوجن وار 4 نو لوجن. لو جيت انا دلوقتي هنا على الكلاينت وجيت اعمل تلت على 192.168.254 تمام. لقيت نفسي دخلت على مين؟ اول. يبقى معنى كده ان ار انا رحت الار 4 الاكتف فيرتشوال جيت واي الاول ام بعتني على ار 1. واضحة؟ طب بص كده انا طلعت لو قلت له دلوقتي شو ارب لقيت دلوقتي ان 254 مش هو ده الماك اللي كنا بنتكلم عنه؟ اه صح؟ تمام. بي 400 وده في الاخر هنا ده رقم الجروب وده رقم الراوتر ذات نفسه. تمام. صح؟ طب انا دلوقتي هاجي على ار 1 ما هو ار 1 ده هو دلوقتي اللي انا طلع انترنت عن طريقه وادخل تحت الانترفيس واعمل له شت داون. تمام؟ وقع اهو. لو جيت دلوقتي هنا على الراوتر ده وجيت ادخل على التلنت واخد بالك انه بطيء شويه لغايه الاول لما بيروح لار 4 ويعرفني انا هروح لمين؟ لقيت نفسي رحت على مين؟ ار 3. ايه اللخبطه دي؟ طيب لو جيت دلوقتي هنا قلت له شو ارب ده نفس الميك. الميك ما اتغيرش. الفيرتشوال ميك ما اتغيرش رغم ان انا ار واحد بالنسبه لي واقع. ايه اللي حصل بقى؟ قال لك دلوقتي ده هو في حالتي الاي في جي. جه الراوتر ده وقع.
تمام. ساعتها الـ AVG هياخد الماك ادرس بتاعه تمام، ويدي الوظيفه دي لواحد تاني هو اللي يقوم بيها. تمام. يدي الايه الوظيفه لواحد تاني يقوم بيها، اللي هو مين؟ اللي ليه اعلى بريورتي. حصل طيب اللي ليه اعلى بريورتي، لا بعد ما يحصل طيب اللي ليه اعلى تمام IP. يبقى في الاول هيبص على مين؟ اللي ليه اعلى بريورتي. حصل طيب اللي ليه اعلى IP. فهيدي الريكوست لمين؟ لارتيتا. لارتيتا تمام. هو كان المفروض يدي الريكوست لنفسه على فكره. ادخل تاني كده. انا برضو بقول في حاجه غريبه. المفروض يدي ريكوست لنفسه. ليه؟ لان هو نفسه صاحب اعلى IP. تمام. هو نفسه ايه؟ صاحب اعلى IP. صاحب اعلى IP تمام. فادى الريكوست لمين؟ لنفسه. لنفسه. يبقى معنى كده ان قرر بعد دلوقتي بيخدم على مين؟ على الفيرتشوال ماك ده، وعلى الفيرتشوال ماك ده. بدليل زي ما قلت لك، رغم ان انا لما جيت اتلت لقيت نفسي دخلت على R4، لكن لو قلت له شو ارب نفس الماك ما تغيرش، نفس الفيرتشوال ماك. يبقى فعلا R4 دلوقتي بيخدم على مين؟ على R1. وعلى مين كمان؟ على R4. تمام. واضحه كده؟ واضح. وهيبطل يبعت الفيرتشوال ماك ده للكلاينتس الجديده. يعني جالي دلوقتي كلاينت جديد ام، فهيروح للاي في جي لار 4، يا ار 4 اديني فيرتشوال ماك لو سمحت عايز اطلع انترنت. هيبطل يدي ده، ويستمر ان هو يخدم على الفيرتشوال ماك بتاعه وبتاع غيره اللي هو ده، يفضل يخدم عليه كمان لمده 4 ساعات باي ديفولت. تمام. ليه 4 ساعات؟ قال لك لان في كلاينتس بتفضل مكيشه الفيرتشوال ماك عندها الديفولت بتاعها 4 ساعات، زي سيسكو. سيسكو بتفضل مكيشه الماك عندها 4 ساعات. ما انا مش عايزه الاي في جي يروح لجهاز الكمبيوتر ويقول له امسح الار بي كاش. تمام. فهيفضل يخدم عليه ماكسيمم كام؟ 4 ساعات، على ما يكون اساسا الار بي كاش عند الكلاينتس هو كمان بقى اكسباير واتمسح. لكن تمام. اي ريكوستات جديده هتروح له لا، هيبطل يبعت الماك الفيرتشوال ده. تمام. وضحت كده؟ واضح. في اي مشاكل؟ لا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لو جيت هنا دلوقتي احنا متفقين ان اقرر بعد الاي في جي بتاعي صح؟ طيب الاي في جي دايما ان هو بيوزع الحمل نظام راوند روبن. بيوزع الحمل ايه؟ نظام راوند روبن. يعني ايه راوند روبن؟ تعالى الاول ده مثلا كده الاول موشن داون. تمام. قال لك ده معناه راوند روبن، معناه كترجمه يعني سلسله متعاقبه. يعني اليوزر الاولاني هيروح للاي في جي يبعته على الراوتر الاولاني، الثاني الكلاينت الثاني يبعته على الراوتر الثاني، الكلاينت الثالث يبعته، الرابع على الرابع، الخامس على الاول. بالظبط. تمام. تمام. طب افرض دلوقتي ان انا مش عايزه ده، انا عايزه اغير نظام اللوب بالانس. فهاجي على الاي في جي راوتر واقول له جي ال بي بي رقم جروب اللي هو 1، اللود بالانس بتاعي انا مش عايزاه راوند روبن. انا مش عايزاه ايه؟ راوند روبن. امال انا عايزاه ايه؟ ممكن اقول له هوست ديبندنت. هوست ديبندنت ده معناه ايه؟ ان لو جالي كلاينت في مره وكان استخدم فيرتشوال ماك معين، كل مره الجهاز ده هيجي لي هبعت له نفس الفيرتشوال ماك. كل مره الكلاينت ده طالما اخد فيرتشوال ماك قبل كده، كل مره هدي له نفس الفيرتشوال ماك. تمام. مع الوضع في الاعتبار ان مفيش طريقه بعمل بيها ستاتيك مابنج ما بين الكلاينت وما بين الفيرتشوال ماك. تمام. تمام. او ممكن اقول له ويتد. ويتد يعني ايه؟ ويتد يعني انا هدي نسبه معينه لراوتر معين. بمعنى افرض دلوقتي ان ار 1 الهاردوير بتاعه اقوى. تمام. تمام. انا عايزاه هو اللي يخدم على اجهزه كلاينتس كتير، فعايز اديله نسبه اعلى. عايز اديله ايه؟ نسبة أعلى. فهاجي على الاي في جي اقول له احنا هنشتغل بطريقه ويتد. تمام. نفرفاي كده شو جي ال بي بي. تمام. هلاقي اللود بالانس دلوقتي ما بقاش راوند روبن، هلاقي اللود بالانس دلوقتي بقى ايه؟ ويتد. تمام. وبعد كده اجي على الراوتر اللي انا عايزه اديله ويت اعلى تحت الانترفيس اللي ربطني ببقيه الراوترز، اقول له جي ال بي بي رقم الجروب. تمام. ويتنج الويتنج بتاعي زي مثلا هديله ماكسيمم فاليو. هشرح الكلام ده دلوقتي يعني ايه. زي مثلا هديله 200 اللور، هقول له مثلا 50
والابر هقول له سي مثلا 100. ده يعني ده معناه افرض دلوقتي مثلا ار واحد كونكتد باكتر من اي اس بي 3 اي اس بي. احنا اخذنا قبل كده مفهوم التراك. التراك يعني انا براقب الانترفيس معي. تمام. التراك اللي احنا اخذناه كان انا براقب اوبجكت معين على سبيل المثال انترفيس. لو الانترفيس وقع بعمل ديكريمنت للفاليو بمقدار كذا وساعتها بيفقد ان هو يبقى الاكتف بيتحول مثلا لستاند باي. تمام. انما هنا انا ممكن اقول ان انا هديكريمنت لكل واحد من دول بقيمه 50. الويتنج بتاعي دلوقتي كام؟ 200. لو حصل ان الانترفيس الاولاني ده وقع تمام الويت بتاعي هيبقى 150. انا عملت التراك عملت الديكريمنت فاليو بكام؟ ب 50 وانا ويت كام؟ 200. فلو لو اول انترفيس وقع عندي هوصل لكام؟ 150. طب واحد كمان وقع ادي كمان 150 كمان خليها 60. خليها 60. 60 يبقى كام؟ 140. تمام. كمان 60 انا كده وصلت لكام؟ 80. 80 انا كده قلت عن الابر فاليو ولا لا؟ طالما قلت ايه اللي هيحصل؟ طب واحده كمان كده كل ما بنزل القيمه كل ما بنزل القيمه يبقى ايه اللي بيحصل؟ انا بخدم على عدد اكاسيت كلاينتس اقل. تمام. كل ما قيمه الويت بتاعتي بتقل بخدم على عدد اكاسيت اكتر ايه؟ اقل. طب خلي كمان الانترفيس الثالث وقع وصلت لكام؟ 30. 30 انا كده قلت عن اللور ولا لا؟ ساعتها بفقد الخاصيه ان انا ابقى اكتف او فورورد الراوتر. تمام. عن طريق ان هيبعت هالو للاي في جي يقول له لا معلش كده سوري انا اعتبرني ليسنر انا هبقى ليسنر بس. تمام. طب افرض بعد كده ان الانترفيس الاولاني قام الديكريمنت فاليو كده وصلت لكام؟ هما كانوا 30 اخر حاجه. تمام. وزود 60 عادي تزيد. تزيد. وصلت لكام؟ 80 اهو 90 30 90. تمام. وصلت كده لدي للقيمه اللي هي الابر. لا لسه صح. طب خلي واحد كمان يقوم يبقى كده 150. 150. تمام. وصلت لها وعدتها ولا لا؟ ارجع تاني اتحول لفورواردر. تمام. تعال اشبهها لك تاني كده اهي. احنا الديكريمنت احنا دلوقتي بكام؟ البريورتي انا ظبطتها بكام او الويت بكام؟ ب 200. لو عندي انترفيس وقع ادي اول 60 يبقى 140. يبقى 140. تمام. عندي انترفيس كمان وقع ادي كمان قلت 60 يبقى كده كام؟ 80. انا لسه ما وصلتش لللور. تمام. خلي انترفيس كمان يقع كده وصلت لكام؟ 20. 20 20 صح. تمام. وصلت كده ل 20. اول ما بقى 20 انا كده هفقد الوظيفه بتاعتي وهتحول لايه؟ هتحول للسنر بس. للسنر. هتحول لايه؟ للسنر. تمام. طب بعد كده الانترفيس ده قام اعلى وصلت لكام؟ 80. وصلت للابر فاليو؟ لا لسه. صح. طب لو انترفيس كمان قام 140 وصلت للابر فاليو؟ لا يبقى ارجع تاني في الوردر. تمام. بس مش هخدم بنفس الكفاءه اللي فاتت. احنا اتفقنا كل ما الويت اقل كل ما انا كده بخدم على عدد اجهزه اقل. تمام. تمام. الفكره بقى هنا ان لازم تكون الابر فاليو وصلت للمية فيما اعلى. انا اسفه وصلت فيما اعلى المية. يعني لو وصلت للمية لا انت لسه كده مش في الورد. لازم تعلى عن الابر فاليو مش توصل للابر فاليو. تعلى عن الابر فاليو. تمام. تمام. طيب وممكن كمان تقول له هنا الويتنج. تمام. انت هتتراك الاوبجكت اللي رقمه كذا وتحدد الديكريمنت فاليو اللي انا قلت لك عليها مثلا 60. تمام. خلاص. خلاص. فاهم دي؟ فاهم. تمام. ايه تاني؟ جي ال بي رقم جروب. تمام. التايمرز بنفس الطريقه بالظبط. البريورتي الراوتر اللي ليه بريورتي اعلى هو ده اللي هيبقى ايه؟ الاي في جي. تمام. الراوتر اللي ليه بريورتي اعلى هو اللي هيبقى الاي في جي. بس تعمل انيبل للبريمت. بريمت لود بالانس اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6 هي هي. تمام. والاوثنتيكيشن بنفس المفهوم. بس هو ده شيء البي بي اعتقد كده مقفلين ومتهيألي كده مفيش حاجه تقريبا ان شاء الله.
تمام 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 خلاص بس خلصنا.